السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مشاهدي قناة زير تيوب. اليوم انتقلنا بكم إلى ولاية الجلفة بالضبط مدينة الكيرين. راح تشوفوا معنا أشياء ثقافية من الموروث، نشوفوا فرحة شباب، فرحة شيوخ، موروث ثقافي انتقل من الشيوخ الأطفال. تابعونا في حلقة مميزة هذا اليوم. وأرحب بالجمهور العريض، جمهور البيريني، الجمهور الجوابري، الجمهور الذي سيؤسس ابتداء اليوم لهذه الهكافية خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. بدون إطالة أرحب بكم في بلديتكم وبلدتكم، هذه الطيبة بأبنائها، هذه الكريمة بعاداتها، هذه البقعة الطاهرة من أرض الجزائر الحبيبة. مرحبا بكم مرة ثانية، سهرة ممتعة والشكر موصول للجميع. تحية الجزائر وبارك الله فيكم. على سيد والي ولاية الجلفة أعلن عن الافتتاح الرسمي للطبعة الأولى عقابية الجوابر للشعر الشعبي. شكرا والسلام عليكم، والمجد والكون للشهداء يا أبرار. الجابرية والتي من مرحبا بالضيوف الكرام للبيرين. نعم، الضيوف الكرام بالضم وليس بالجر مسبوقا بحرف الباء، لأن البيرين عودتنا وربتنا أن نضم الضيف ونرفعه. يلتقي فطاحلة الشعر والرماية والفروسية في متن جوابري. وربي يسترها وربي يبعد عليها البلاء والبلاوات، والرئيس تاعنا نطلبوا له ان شاء الله الحفر، ونطلبوا له ان شاء الله النجاح، ونطلبوا ان شاء الله ربي ديما الجزائريين هما وليداتهم ديما محفوظين، ديما سالمين قالمين، وربي يبعد علينا البلاء والبلاوات. هذه اللي نقولها ان شاء الله اللي دار هذه المبادره، وربي يحفظ ان شاء الله اللي دار هذه المبادره، ربي يحفظه ويعطي له الصحه والعافيه كما كبر بنا، ان شاء الله ربي يكبر بشانه. وانتم ان شاء الله مسطورين دنيا واخره، ربي يحفظكم ان شاء الله. هذه هي الصحه والعافيه والله، ويا ربي يحفظ وليداتنا والشعب هذا كاع نتاع الام وعداد، الشعب اللي برا والداخل كاع ربي يحفظه، وان شاء الله ربي يستركم ويسترنا ويستر كاع الامه المحمديه والجزائر نتاعنا ان شاء الله. الله يمتها كل ورده عاليه بالسماء. علموا اولادكم السباحه والرمايه والركوب الخيل، ورانا في عضو في جمعيه السهم في الرمايه على اطباق طائره، وهذه احنا في المنطقه تاعنا هذه كانت معروفه بالقنص على الهدف الثابت، وهذه ان شاء الله هي دخلت جديده ان شاء الله للوسط تاعنا، وان شاء الله يا ربي ما تكونش هي الاولى ما تكونش هي التاليه. والحمد لله راه كاين بعض المشاركين جابوا حوالي 17 ولايه. We'll be right back.
أنا شعري عاصرته من وردة، أنا شعري مع أرواح العشق تواري، أنا شعري حارة به القعدة. واللي يطمع في أرض ما عدو مقتول لصهيوني فكم يا عوالة، اللي يلعب بالنار اللي يلعب بالنار يحرق يا بهلول، وكلامي مدروس ما هو بوقالة، وجيش بلادي حير العالم مذهول، أطفش يا ثعلوب وحرك لك عالة. مالك عنده أوقات، كاين بعض الناس والله ما تحشم، تليفون يرن في وقت الصلاة، احنا قدام الرب والصف مسقم، تسمع موسيقى بجميع الآلات، اللي خدموا راه وقالوا ندم، ما عجبوش الحال في بعض الحالات، ما خدموا للسب ولا للشتم، ما خدموا لتحطيم به العائلات، يخرج لك الماسك ما عنده رقم ويقول لك شكون انت يا سادات، يا بنادم انت اللي راك تكلم، عرف روحك واختك من الشوفات. في الدنيا الخايب والكذاب، ورد الحال الناس والبز جياح، وتشتت ميعادنا والحال ضباب. يتقدم السيد مدير الثقافة لولاية جلفة الدكتور ياسين بن العابد، تفضل. طبعا أنا مسرور جدا بحضور هذه التظاهرة في البرين، تظاهرة للحفاظ على التراث الشعبي. رأينا الكثير من الإبداعات التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الشعبي، طبعا الشعر الملحون، وأيضا بعض الرياضات التي كنا يعني نتوقع أنها تلاشت واندثرت رأيناها هنا، وهذا شيء مبهج ومفرح، يدعو إلى الفخر أنه في منطقة معزولة ومحرومة مثل البرين هناك شباب ينشطون ويحاولون الحفاظ على التراث الشعبي. هذا النوع من التظاهرات أعتقد أنه يجب أن يستفيد من دعم الدولة في المستقبل، إذا كتب لهذه التظاهرة أن تصبح أو ترسم كتظاهرة سنوية يجب أن تستفيد من رعاية الدولة. أيضا شباب المنطقة هنا يجب أن يستفيدوا من مراكز ثقافية، أتمنى أن وزير الثقافة تكون حاضرة في على الأقل في الطبعة الثانية العام القادم، وتولي اهتمام كبير لهذا النوع من الإبداعات مثل ما تولي اهتمام بملتقيات وطنية أخرى في ولايات أخرى. أخوي الورقة المهرجانات هذه نشتيها ومن بكري تاع الجدود، ونحافظوا عليها دائما هكذا، ونسمعوا المهرجانات نمشوا ليها احنا دائما. أيوا نبارك لبلدية البيرين بهذا الموروث الثقافي والموروث التراثي كذلك، أصبحنا نحن إلى التراث يكاد يندثر. نشكر من ساهموا على إعادة وإحياء هذا التراث، كما إن شاء الله سيتجدد بإذن الله هذه العكاظية كل عام، والشعر الملحون يكاد كذلك يندثر، يجب علينا إحياؤه
والمثابرة من أجله. جمعية فيها مجموعة من الشباب حاولنا أن نحيوا هذا التراث ووفقنا ربي الحمد لله وحييناه. جمعية تكون من 10 أفراد لكن الفرسان ما الحمد لله يا ربي راه ما يتحسبوش فيها، على الأقل راه عندنا 27 عود، كل عود فرس، وإن شاء الله الخير يزيد ويعم، ورانا نسعى وإن شاء الله لإحياء التراث وإحياء إن شاء الله العادات والتقاليد الأجداد. معنا رئيس بلدية البيرين، جهة من الناس المشرفين على الحادث هذا، يعطيكم الصحة. البيرين عاشت فعالية ثقافية بامتياز من خلال عكاظية الجواب للشعر الشعبي 30/31/2022، كان فيه حضور قوي، حضور جمهور كثيف جدا، حضور نوعي من خلال حضور ضيوف شرف من كل جهات الوطن، من خلال حضور شعراء بامتياز فطاحلة الشعر الشعبي. إذا البيرين كان عرس الجزائر تبقى دائما بتعيش أعراسها رغم بعض الأحزان هنا وهناك، ولكن شامخة بأبنائها، الشامخة بأفراحها، الشامخة بفعالياتها الثقافية المختلفة. البيرين كانت فعلا عرس عظيم جدا. نشكر من خلال هذه الفرصة السيد والي ولاية جلفة على رعايته لهكذا فعالية، كما نوجه رسالة إلى معالي وزيرة الثقافة والإعلام بإنجاز بتشجيع بمساعدتنا بتشجيعنا من خلال إنجاز دار للثقافة لكي تستوعب ونشجع هكذا فعالية الثقافية، لأن البيرين فعلا تستوعب الكثير من الأبناء في مختلف النشاطات الأدبية والثقافية، فيها من الشعراء، فيها من العظماء، فيها من المصورين، من الرسامين، من الأدباء، من الفنانين. إذا البيرين جديرة بأن تكون مقر ومحفل ومركز إشعاع ثقافي في وسط الجزائر العميقة. شكرا لوسائل الإعلام المختلفة، شكرا إلى كل أسلاك الأمن الوطني، شكرا إلى جمهورنا الواسع، شكرا إلى الضيوف الكرام، ونشكر أبناء البيرين، أبناء الجوابر على احتضانهم لهذه الفعالية من خلال الإطعام، من خلال الحضور، من خلال التنظيم. شكرا للجميع، شكرا لكم أيها الصحافة رجال الخفاء ورجال العمل الجاد. شكرا لرئيس البلدية وشكرا لكل الجهات الفاعلة في هذا الحدث. كما شفتوا على قناة يوتيوب حدث مباشر، كما قلنا حدث مميز، شفتوا الخيالة على المباشر، شفتوا يعني نقول لكم صورة مميزة على هذه المنطقة. إن شاء الله نداءات رئيس البلدية الوزارة الثقافة والجهات الوصية إن شاء الله تكون يعني قيد للاستماع، إن شاء الله ويلقوا لهم نداءاتهم. نشكروا احنا يا كل من رحب بنا كصحفيين، إلى موعد لاحق في نشاط آخر إن شاء الله. شكرا على المتابعة. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.